يستدعي ذلك الصوت إلقاء نظرة عن قرب. لا تفزع، أنا صديق علي. أخرجني من هذه الجرة، أنا عالق. هل تأذيت؟ نعم، ساقاي لا أستطيع المشي. سأحملك إذن. سنواجه بعضا من أخطر الناس، لم تكن لدي أدنى فكرة. أثق بأن عليا سيهتم جدا بسماع ما عرفته. البهارات في ذلك القدر، يا للقرف، دغدغة أنفي. هتشو هتشو هتشو. أيها الناس، يرجى العلم بأن هناك ازدحاما كبيرا عند باب الشام بسبب عربة منقلبة. على جميع المسافرين والتجار أن يتوقعوا. هتشو هتشو هتشو. تم الأمر بنجاح. شكرا لك، يمكنك الذهاب، سأكون بخير الآن. هذا هو المكان المنشود. ماذا؟ لا يبدو هذا في صالح تاجر العطور، لكنني أحتاج إلى المزيد من الدلائل. الآن لدي كل الدلائل التي أحتاج إليها للربط بين تاجر العطور وقطاع الطرق. علي المغادرة قبل أن يشموا رائحتي. قضي الأمر بالنجاح. كانت ظنونك في محلها. الدفتر والنقود المميزة يربطان تاجر العطور بقطاع الطرق. عمل جيد، كما أنني أقدر إتمامك المهمة في الوقت المناسب لهذا الأمر. لقد دمروا العديد من معارك. تصمم على تشويه اسمي. عليك تقبل هذا كدليل على براءتي. كن عيني يا إيكيدو. آه.
وأخذوهم في وضح النهار وقتلوهم. أيها الناس، يناشد الخليفة القادرين، سيموتون جزاء هذا كل واحد منهم. حان الوقت لنقاتل. غضبك في محله، لكنك لن تنتصر في حرب يا علي. باسم، جيد، نحتاج إليك. لقد أخذ المرتزقة بعض المتمردين وقتلوهم في الميدان. وطالبني رفيقك بالاختباء كفأر بينما يطاردون رجالي علانية. لابد على الأقل من أن نعيد القتلى إلى أهلهم. أما زلت تخشى قتال هؤلاء الشياطين يا بيشي؟ لا أخشى سوى أن نصبح مثلهم. ليست المسألة بسيطة كما تبدو. لن يجازف الخليفة بإشعال حرب، هذا من عمل التنظيم. سأعثر على المسؤولين عن ذلك إذن وأذبحهم مثل الكلاب. سيعثر عليك التنظيم أولا. من المرجح أنهم يبحثون عنك أنت وبيشي. بالفعل إنك معروف عندهم جيدا. أما باسم، علي، سأعثر على من فعلوا هذا وسأقتلهم جميعا، هذا وعدي لك. باسم محق، دعه يتولى هذا، وعندما يموت المسؤولون عن ذلك سينسب إليك الفضل. اتفقنا، لابد أن يعرف الجميع أنني الفاعل. سأعود إلى جرجرايا، لكنني لن أنتظر طويلا. باسم، سأقابلك عند البوابة. وأنا سأحرص على إرجاع الجثث إلى أهلها حتى تدفن. كان يمكن أن تسوأ الأمور. هل ترى أن هذا من عمل التنظيم؟ نعم، كما تعرف يدير الشرقية مرتزقة ترك يدفع لهم الخليفة، وهو نفسه مجرد دمية بيد التنظيم. يخبرني الجواسيس بأن أحد قيادات المرتزقة في الشرقية معهم. أخبرني من هو وسأعثر عليه. لابد أن نخطو بحذر، فالأجواء في الشرقية مشتعلة والمتمردون مسلحون وأعدادهم تتزايد. قد يهجمون في أي وقت. أي هفوة قد تشعل حربا تهدد ألموت نفسها. بما تنصح يا فولاذ؟ رافق علي إلى جرجرايا وتفقد الأرجاء. لابد من وجود شخص يعرف شيئا هناك. ويا باسم، أنجز عملك بسرعة، فأنت تدرك حجم الخطر. لدي بعض الأسئلة يا فولاذ. أرجو أن أجد إجابات لك. ما الذي يريده المتمردون؟ إنك لا تعرف جيداً الفجوة بين الأغنياء والفقراء. لقد سئم الكثيرون الظلم ويريدون تغيير الأمور. كان معظمهم في البداية من العبيد، لكن الآن صار التجار والأثرياء وحتى بعض الأعيان يدعمون دعوة علي. وهل ينوي علي أن يقودهم لإسقاط الخلافة العباسية؟ يعتقد علي أن الحكم يجب أن يكون للأكفأ وليس للثري أو شريف النسب فحسب. من سخرية القدر أنه يعتبر نفسه الأكفأ ويزعم أنه ينحدر من أهل البيت لدعم ادعائه. حدثني عن الزنج. إنها قصة مريرة. الزنج قوم اختطفوا من أوطانهم في القرن الأفريقي وأحضروهم هنا للعمل في الحقول من أجل الأثرياء. هم عبيد إذن؟ إنهم أجورون، لكنهم ليسوا أحراراً، ومثل جميع البشر يرغبون في أن يكونوا أسياد أنفسهم. ماذا تعرف عن جرجرايا؟ إنها قرية صغيرة في الجنوب وموطن قوم منقسمين بين غني وفقير. يوجد أغلب الزنج هناك. غدت أيضاً مأواً لأولئك الذين أتوا إلى بغداد وفشلوا في العثور على عمل. لا عجب أن علياً تلقى الدعم هناك. أجل، أماكن قليلة بها ذلك الانقسام الحاد بين الذين يملكون كل شيء والذين لا يملكون أي شيء. ماذا عنك يا فلان؟ كيف وصلت إلى المستترين؟ يجدر بهذه القصة أن تروى حول نار دافئة بعد وجبة مشبعة. ألن تخبرني بأي شيء؟ كانت أمي محظية لدى أبي. خافت زوجته المفضلة من أن أتمكن من المطالبة بإرثي فطردت كلينا.
نشأت في الصحراء وحدي، كانت الحيوانات أصدقائي، الطيور بشكل خاص، فهمنا بعضنا. ذلك يفسر حبك للصقور. بعدما اشتد عودي رأني أحد المستترين أصطاد مع طيوري، أحضرني إلى الأخوية ولزمتها. شكرا يا فولاذ، هذا يكفي حاليا. هذا هو المكان المنشود. النجدة! أيها الحرس، يوجد قاتل طليق! النجدة! أين يمكنني الاختباء؟ هل تحققتم من سلامة البضائع؟ لم يتم العبث بشيء؟ كل شيء مغلق بإحكام. انتبهوا جيداً لأي شيء مثير للشك. اطمئن، نحن بارعون. دموية لبعض الأحداث السيئة، ختام جيد. الأفضل أن أستثمر بالذهاب. هذا أوه.
أظن أن نبيلاً سيفوز بالمشاطبه. باسم يا علي، أنت مستعد؟ لنذهب. لنذهب. علينا الرحيل إلى جرجرايا. أنتم غريبون أيها المستترون، تمنحونني أسلحة لا أستخدمها وترجعون الفضل إلي في انتصاراتكم. كانت الحرب لتؤذي الجميع، خاصة أنت. ذلك حديث أسيادك. ألا يزعجك أن من تطيعهم هم من يضعون القوانين التي تطالبك بالطاعة؟ إنهم لا يتحكمون بي، أنا حر وأقاتل كي ينال الآخرون حريتهم أيضاً. كل ما تفعله هو في صالح المستترين، ذلك نوع غريب من الحرية. المستترون هم عائلتي، لا يوجد طعام. كما تشاء. عشت في الشوارع قبل ولم أستجب لأحد غيري، لكنني لم أكن حر. والآن بينما يملي عليك الآخرون من تكون، أتنعم بحرية أكبر؟ لا يمكنك أن تفهم. بل أفهم أكثر منك. إذا كنت حراً حقاً، فلما يدور الصراع داخلك؟ ماذا تعني؟ لا يوجد صراع. أرى أن هناك صراعاً بين ما تفكر فيه وما تشعر به. لن تعثر على الحقيقة أبداً ما لم تكن صادقاً مع نفسك أولاً. لا يمكن لأحد أن يعرف ما يفكر فيه شخص آخر. لا يمكن لأحد عادي، لكن انظر إلي، أنا لا أنصاع لأحد ولا يحكمني أحد، أنا حر. أود أن ألقي نظرة في الأنحاء قبل عودة بيشي إلى جرجرايا مع الجثامين. سيكون هذا تصرفاً حكيماً، الناس هنا غاضبون بالفعل، ستسوء الأمور بعد الدفن. هناك مقهى بالجوار ومرتادوه يثرثرون، قد تسمع شيئاً هناك عمن يختطف رجالنا. وماذا ستفعل؟ لدي تحقيقات خاصة لأجريها، قابلني هنا إذا اكتشفت شيئاً. مرحبا، اجلس من فضلك أو اطلع على مجموعة الشاي المنتقات بعناية لدي، الأفضل في بغداد. يبدو هذا كالمقهى الذي ذكره علي. أيعجبك الشاي سيدي؟ إنه بارد، أحضر لي غيره وسخنه هذه المرة. حاضر سيدي، أعتذر بشدة. يختفي عبيد زنج ممتازون ويبقى أشخاص بلا كفاءة مثلك. اسكت وأحضر الشاي. الجودة الأفضل. لدى السندي أفضل ما وجد. ليس من شأن. أيها الناس، يحذرنا علماؤنا من أجواء باردة تشك أن تحل علينا. سمعتك تقول إن عبيدا قد اختفوا. من أنت؟ كيف تجرؤ على التحدث إلي؟ اغرب عني. ربما تغير عملة من رأيك. كيف تجرؤ؟ ماذا تقول؟ مهلا، من أين لك بمثل هذه؟ حسنا، هيا أسرع. قلت إن عبيدا من الزنج قد اختفوا. لا أفهم ما علاقتك بالأمر، لكن أجل، شخص غريب من أولئك المتمردين كان يقلقل العبيد.
وبعد أن تحدث إليهم اختفوا. لا شك أنه أحد معارف علي بن محمد مثير المتاعب. هذا ما أعرفه. ارحل قبل أن يراني شخص ذو شأن أتحدث إلى شخص مثلك. أي جنون هذا؟ أرني الطريق أمامنا. تعمل وتعمل وعلى ما تحصل لا شيء. العبيد الملعونون أعاملهم جيداً وأطعمهم ثم يختفون ولا يبقى أحد للعمل. قد يتحدث إذا تمكنت من إعادته لوعيه. حان وقت استعادة الوعي. يكفي، أنا أفضل. من الخطير أن تثمل في مقهى. كان من الممكن أن يقبضوا عليك. تعرضت للمتاعب مؤخرا. قلت إن بعض عبيدك مفقودون. حقا؟ أنا لا أذكر. ليسوا مفقودين فحسب، بل اختفوا. لا يختفي الأشخاص هكذا. ليلة أمس لم يعد من الحقول اثنان من عبيدي. لم يرى أحد شيئا. لقد اختفيا، تبخرا. لذا فقد فكرت أن تثمل في مقهى عام. حسناً. أجل، رأسي، انظر، لا تخبر أحداً. سأعود للمنزل لأستلقي. أنت هنا بهذا الاتجاه. هل أردت شيئاً؟ ليس هنا، هناك الكثير من الآذان إذا فهمت ما أعنيه. نعم يا سيدي، أنواع الشاي المميزة محفوظة في الخلف بهذا الاتجاه، انتبه لخطواتك. دعني، تصرف بشكل طبيعي. هنا. حسناً، يبدو أننا وحدنا. ماذا أردت؟ المعذرة على المبالغة في الأمر، لكن لا يعلم المرء من يراقبه، والتسلل مثير للحماس نوعاً ما. رأيت وشاحك الأحمر وسمعتك تتحدث عن العبيد المفقودين. اختفى عبد آخر من منزل ريفي قريب. كيف تعرف هذا؟ أنا صديق للعائلة، كان الزوج أحد الذين قتلوهم، والابن الآن مفقود أيضاً. والدته أنهكها القلق، ظننت أنا بمقدورك مساعدتها. أخبرني بمكان هذا المنزل الريفي. إنه في جهة الغرب، لا يمنح العبيد ثقتهم بسهولة، لكن إذا استطعت أن تفعل شيئا فسأعتبره معروفا شخصيا. علي العودة إلى علي وأخباره بما اكتشفته. أعرفت أنني أسمع ما يفكر به الرجال؟ لا تريد إخباري، لكنك ستفعل. لا ينبغي لنا فعل ذلك، سيعود علينا هذا بالمشكلات فحسب. مشكلات أكثر من القتل؟ لقد ذبحوا إخوتنا، كيف لك ألا تفهم؟ ما هذا يا علي؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه. أنا أفعل ما يتوجب فعله، لا أحتاج إلى موافقتك. هل اكتشفت شيئاً؟ يختفي العبيد من جميع أنحاء جرجرايا. أحدهم اختفى من منزل ريفي بالجوار. سأذهب إلى هناك وأرى ما يمكنني العثور عليه. جيد، كان صديقنا هذا يمضي صباحه في الميناء يقابل شخصاً نظنه من وشاة الخليفة. يمكنك العثور على هذا الواشي واللحاق به حتى ترى ما يقودنا إليه ذلك، وأثناء ذلك سنجبر أنا وبيشي صديقنا على التحدث. هذا خطأ يا علي. دعنا نرى.
علي البحث عن الوحشي ومساعدة الأرملة في العثور على ولدها المفقود. ماذا ترى يا صديقي؟ ليس ولدي أيضاً، لن أخسره كما خسرت والده. ربما هو آمن في مكان ما، قد يكون تائهاً. لا، لقد رحل، لم أحظى بفرصة لجمع الزهور لجنازة زوجي، والآن رحل ولدي أيضاً. لابد أن هذا المعذرة. من أنت؟ ماذا تريد؟ سامحيني، لم أقصد أن أفزعك. أخبرني مالك المقهى عن مصابك، قد أتمكن من المساعدة. لا أعلم كيف، أنا لا أعرفك. إنك تحتاجين إلى زهور لدفن زوجي، فقدت مثلك أشخاصاً مقربين، لكنني لم أتمكن من دفنهم. سيشرفني إذا سمحت لي أن أقدم لك ما لم أتمكن من تقديمه لأصدقائي. سأجمع هذه الزهور. غالباً ما كان يجلب لي زوجي بعضاً من الزعيطمان. إذا أحضرت لي بعضها فسأضعها على قبره ماء يدفن، كهدية أخيرة مني. سأفعل ذلك، ستكون الزهور بالجوار، علي البحث في الأرجاء. تبدو هذه كالزهور التي أحتاج إليها، إنها زهور جميلة كانت لتسر أصدقائي. جلبت لك الزهور مع خالص مواساتي. إنها زهور رائعة، كم أحبها زوجي. شكراً لك. أهناك ما أفعله من أجلك؟ أحاول أن أكتشف من يأخذ العبيد من جرجرايا. أعلم أن ولدك مفقود. أجل، خسرت والده، لن أستطيع تحمل خسارته أيضاً. أيمكنك إخباري بما كان يفعله قبل أن يختفي؟ عندما أخذوا والده صار تعيساً وبدأ يخرج ليلاً، لكنه لم يعد الليلة الماضية. سألقي نظرة في الأنحاء، لعل شيئاً هنا يشير إلى ما حدث. يمكنني أن أقتفي أثار ولدها في هذه الأنحاء. يوجد الكثير من الآثار هنا، تؤدي الآثار إلى ذلك المبنى الصغير. أحتاج إلى العثور على طريقة للدخول. هزيت قليل، كان يعمل حتى وقت متأخر. رسالة
إنه يذكر علي إخبار والدته بما عثرت عليه. عثرت على رسالة من والدك، كان يبحث عن الرجال الذين أخذوا والده. ذلك الفتى الأحمق، لقد ذكر مزرعة قريبة. أتعرفين عما كان يتحدث؟ لا، تلك مزرعة طغان، إنها تعش بالمرتزقة. إذا ذهب إلى هناك أرجوك أعثر على ولدي. إذا كان حياً فسأعيده إليك. أعدك، لابد أن أخبر علياً، لكن يجب أن أبحث عن الواشي أولاً. الذهاب لرؤية المغول الميناء. لابد أن يكون الواشي هنا في مكان ما. لننظر على نطاق أوسع. قد يكون هذا هو الواشي. لا ملاحظات اليوم، علي الذهاب، اقترب الوقت. وقت ماذا يا ترى؟ علي اتباعه، لكن يجب أن لا أدعه يراني. أراك الآن، هيا عليك قيادتي إلى ما أسعى إليه حقاً. يتطلب هروبك مني أكثر من ذلك. ابتعدت عن ناظري. هناك، ركز الآن يا باسم، هتفقد الأثر مجددا. لدي معلومات جديدة، لقد وصلت. بماذا جئت؟ ناهيك عن العبد الذي أخبرتك عنه. هناك شخص يحوم في أنحاء جرجرايا يثير التساؤلات. أهو من أبلغنا عنه آخر مرة، مفتعل للمشكلات بيشي. هذا شخص جديد، يبدو أن أحدا لا يعرف عنه شيئا. ما نفع حديثنا؟ أنا أحمل رسائل إلى الزعيم. عد عندما تحصل على اسمه. حدث الأمر على حين غرة. لقد لقي حتفه إثر سقوط البناء عليه منذ يومين، ولا يزال المسكين راكبا هناك تحت ظهره.
هذان الشخصان يجمعان المعلومات لشخص يدعى طوغان بن أرسلان. ستكون مزرعة طوغان مشددة الحراسة. علي التحدث إلى علي بشأن الخطوة التالية. عدت أخيرا. ماذا فعلت؟ ما وجب علي فعله. هذا ما تبدو عليه حريتك؟ أنا لا أتبع عقيدتك ولا أستجيب لأمر المستترين، إنه ثمن الحرب. سيخالفك بيشي الرأي. لا يقود بيشي هذا التمرد، إنه يؤدي دوره وأنا أؤدي دوري، لكن يكفي. ماذا اكتشفت؟ اختطف العبيد المفقودون بأمر من شخص يدعى طوغان بن أرسلان. سيحدث أمر جلل قريبا، لا أعرف ما هو. أما أنا فأعرف. قال هذا الرجل إنهم يستجوبون رجالي وسيقتلهم قائدهم بعدها في المنزل الفاخر. ذكر الواشي اسم بيشي يا علي، إنهم يبحثون عنه. ليبحثوا، حرر رجالي. سأشن الهجوم على المنزل الفاخر، قابلني بجوار المزرعة عندما تنتهي. ماذا؟ توقفوا هنا لحظة. دعم. يجب. يبدو أن هذه المزرعة هي التي يحتجزون فيها رجال علي. أعرني عينيك. الحمد لله، ظننا أننا في عداد الأموات. أخرجني. علي ينتظر بجوار المزرعة. اذهبوا بسرعة. ابن الأرملة ليس هنا. تنتظرك والدتك. لن أعود الآن، لقد قتلوا والدي. سأقاتل مع الآخرين. أنت شجاع. حسناً،
قابل عليا خارج المزرعة. أخرجناهم جميعا. ينبغي أن أقابل علي. هل الجميع هنا؟ ليام الطوغان ابن أرسلان الآن، إننا ننتظرك. أنا مستعد، فلنذهب. اختطفوكم من منازلكم وكنتم أحرارا، وأحضروكم هنا لتموتوا في حقولهم عبيدا. ذبحوا إخوتنا كالكلاب في الشرقية، والآن قد اختطفوا المزيد منا. لا، ليس بعد الآن. وعدتكم بحياة جديدة، أعطيتكم كلمتي. ينضم إلينا المزيد يوميا من أقل أهل بغداد مكانة إلى أعظمها. إن الله معنا، فمسعانا حق وقدرنا أن نحقق العدل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن الحكم إلا لله. عليكم أن تعرفوا قدركم أيهم. استعدوا سيد العبيد. أعلم من أنت أيها الشيطان. تعلم وأنني سأعجل بنهايتك. سيعثر عليك الآخرون. أنت تفشل في ضربتك. أنت عليك. دمك قاتل دم إخوتنا. هلا ساعدتني. نجحنا، الجبناء يفرون. أنت أخ لنا الآن. ساعدوني في هذا. عندما ينتشر خبر الانتصار سينضم العديد إلينا. كان طوغان بن أرسلان يحمل أوامر، كان سينقل الأخبار إلى رؤسائه في نادي الشرطة في الشرقية. قد يكون الرؤساء من أمروا بقتل المختطفين. أذكرت أسماءهم فيها؟ إنها تستخدم أسماء حركية. الرخ، الأشمضاي، وحده التنظيم يستخدم مثل هذه الأسماء. سأذهب إلى النادي وأرى ما سأعثر عليه. حظا طيبا، علي العودة وانتظار باشي. توخى الحذر يا علي، سيطارد الخليفة كل منكما بعد هذا. إذا أردنا التحرر فهناك أشياء لا يمكن الهرب منها. ينبغي أن أذهب إلى نادي الشرطة في الشرقية. نادي الشرطة. الآن سأبحث عن طريقة للدخول. استطلع المنطقة يا إنكي. إنه
إنهم يأتمنونني على مفتاح حجرتهم الخاصة. ويجعلوننا نحرسها. مغلقة. لابد أن هذه هي غرفة القادة. أحتاج إلى المفتاح. ماذا تفعل؟ أرأيت تلك المرأة التي اختطفنا زوجها؟ لا جناح عليك أن تجعلها أمة لك. لا تنظر إلي هكذا، فضلنا الله يا جسور. ألا ينبغي أن يتمتع أحد بمثل هذه النعم سوى المردخوار؟ لا تلفظ اسمه، ليس حتى في هذا المكان. إنه أشد من يخيفني بيننا جميعا. إذا عرف ماضي واكتشف أي خطأ فإلى أين أفر منه؟ لا أملك رفاهية سفنك يا نادر. ربما تماديت في تلاعبك بالحقيقة في الماضي، لكنك أثبتت ولاءك مرات عدة. لقد قتلت أولئك المتمردين مؤخرا، كانت هذه مهمة أقصى من أمره بفعلها. ربما عليه أن يخافك. إنني أسمع صوتك، لكن الكلمات كلمات الشيطان نفسه. لا أريد أي متاعب حينما يعود. الشيطان، تلك إشادة كبيرة منك. الأمر كما أخبرتك، إننا مفضلون ولا نحتاج إلى الخوف من أي شيء. أين طغان؟ لقد تأخر. كالعادة يا صديقي، إنك تقلق أكثر من اللازم، ولهذا أنت مجرد الرخ وأنا الأشمداي. أعتذر أيها القادة، قتل طوغان بن أرسلان ونخشى أن هناك دخيلا. علينا أخذكما إلى مكان آمن. هناك خطب ما، طوغان لن يتأخر. ينتمي هذان الاثنان إلى التنظيم ويعملان لصالح ثالث يدعى المردخوار، لكن الآن علي العثور على طريقة للخروج. أنا بمأمن، علي العودة إلى فولاذ.